السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي البقرة ما عرفت تقوم معانا. أول شغلة هي التهاب رحم واضح جدا. الأمر الثاني كان الضاوي على هذا الطرف، طرف اليسار قلبناها على طرف اليمين، فهلا راح نحاول نقومه. لكن شباب شدوها شوي صغيرة لهون لأني عصياني هون، شدها لقلك، شد شد شد، أيوه بس خلي، أيوه مشان إذا تقوم يا عين عليك، أيوه هلا هيك ماشي الحال. يلا شباب امسكوها من ديله لكم، امسكوها من ديله. يلا يا بسم الله. هي محاولة كثير تقوم وما يحس انها تقوم فنوعا ما. هذه زد حالك عمار، جيب لي الكهرباء لقلك، بدها شزة كهرباء جواي، فمحاول كثير تقوم وما عم تقوم، فلذلك بدنا نحاول نقومها بلدعة خفيفة في أجهزة خاصة بهيك أمور. لدعة خفيفة بتقوم إن شاء الله بإذن الله، لكن مثل ما ملاحظين في ورم واضح جدا ما بعد الولادة. مباشرة قامت بفضل الله سبحانه وتعالى، ما بي أي شيء لكن تحتاج علاج. مباشرة قامت، أهم شغلين نقلبها على الطرف الثاني لأني بتكون إجرة خضراني، هاي ضروري جدا جدا. يعني في حالات كثير ما بيقوم البقر. الله يعطيكم العافية شباب، فبدنا ننتبه لهالموضوع، هذا كمان موضوع مهم، لازم نقلب البقر على الطرف الثاني ونحاول نقومه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.